ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل عشان نكمل فقرة الديكور بتاعتنا. هيكون الجزء التاني بتاعنا الفينش بتاع الديكور، في لمسات بسيطة جدا قادرة انها تغير معالم أوضة كاملة وتخليها احسن طبعا وتديها روح وحيوية. والكلام ده عشان يتم لازم أن يكون في متخصصين ليه. معانا اتنين من احسن الديزاينر، معانا آية نادر ومعانا زينب محمد، اللي هيكلمونا النهاردة ازاي بالورود الصناعية نقدر نغير معالم مكان ونخليه احلى واجمل. ارحب بيكي. اهلا بيكي. عامله ايه؟ الحمد لله. كلميني بقى الاول، ايه اللي خلاكي تخشي في مجال الورود والزرع بالذات؟ الزرع عموما انا بشوف ان هو يعني هو افضل وسيله تقريبا تعبير عن المشاعر بقى والحب والحاله النفسيه. لا ده احنا كده بقى قلبنا رومانسي. فاتجهنا لموضوع الزرع ده، برضو حسيت ان هو برضو هو اللي بيدي الروح بقى الايجابيه للمكان. طبعا السيده ام كلثوم ومحمد فوزي اكتر ناس غنوا للورد والزهور. طبعا طبعا. فبرضو احنا كنا بنحب الزرع طبيعي جدا، فقلنا بس هو مشكلته ان هو مشاكله كتيره شويه و عايز رعايه برضو عنايه خاصه. بيموت بسرعه، بيموت بسرعه ومحتاج جدا زي الاطفال انك تفضلي طول الوقت بالظبط في رعايه خاصه ليه. فقلنا لا احنا نشتغل بقى في الزرع الصناعي ونحاول ان احنا نقرب يعني الاقرب شكل للطبيعي. بدانا بقى المشروع والحمد لله ربنا وفقنا فيه الحمد لله. طيب كلميني بقى عن انواع الخامات. مهندسه زينب قولي لي الخامات طبعا معروف، يعني انا دلوقتي اجي اقيم الفاز او الورد ده ازاي لما اجي اشتريه؟ ما هو انا ممكن الاقي نفس الشجره ب 300 سعر، فانا اقيمها ازاي؟ هو بيفترق الماتيريال، هي كذا حاجه، هو في قماش وفي بلاستيك وفي جلد. احنا بنفضل احلى حاجه الجلد لانه بيديكي افكت الطبيعي. يعني في سؤال اما حد بيسالهوني بفرح بيه قوي، هل ده صناعي؟ يعني هو لدرجة ان هو مش مبقاش قادر يفرقه من بعيد، مش قادر يفرق، بيرجع للخامة. انا كنت كلمت قبل كده مهندسة ايه، قلت لها اني انا شفت ورد بلدي في مكان ما، انا ما شفته من بعيد تخيلت ان هو ورد طبيعي، فلما قربت لقيته لا ده ورد صناعي. هو بيرجع للماتيريال نفسها، الخامات، في خامات بتبقى رديئة وفي خامات بتبقى كويسة، كل اما انت بتفضلي الخامات الكويسة كل ما بتبقى اقرب للطبيعي. طيب كلمينا عن الخامات اللي بتبقى مستخدمه، يعني البوت مثلا بتختاريها انها حديد، بتختاريها انها ستانلس، بتختاريها انها بلاستيك، ده ازاي بيرجع ليه؟ هو البوتس انواع كثيره، فيه اللي هي الفايبر جلاس بتبقى شبه البلاستيك شويه، وفي فايبر جلاس بتبقى شبه الازاز برضو شويه، وفي ستانلس وفي بلاستيك وفي معدن، يعني انواع كثيره جدا. ده معدن وده ستانلس وده ستانلس برضو. بنختار بقى، بنبتدي نختار البوتس مثلا على والشجر، بنشوف ايه اللي بيتناسق مع شكل البوتس نفسها. وبيفرق طبعا في الكوست من بين كل ماتيريال والتانية، صح؟ بالظبط. طبعا طبعا الستانلس طبعا بتبقى اسعاره عاليه شويه، المعدن بيبقى شكله حلو في نفس الوقت بس سعره اقل برضو شويه، الفايبر جلاس حلو سعره كويس، وانا شايفاه برضو الفايبر جلاس ان استخداماته كويسه لانه يعني عملي اكتر، عملي اكتر بكتير قوي من طيب الحاجات اللي استانلس. الفكره دلوقتي ممكن مثلا عميل لما يعرف الكوست مثلا، في حاجات مثلا ممكن تبقى الكوست بتاعتها 1000 و1000 وزياده، يقول لك طب انا ايه اللي خليني اروح اشتري شجره ب 1000 جنيه؟ طب ما انا انزل العتبه الم لي. ايوه بزرعه. بتتقال. صح صح تمام. الماتيريال طبعا بتفرق في الموضوع طبعا ده. طبعا ماتيريال الشجره والخامات والزرع والبوتس، كل حاجه محطوطه في البوتس نفسها، والبوتس نفسه بيفرق السعر بيفرق. انا نفسي بس العميل يعني يفرق ما بين الحاجات التقليديه والحاجات اللي مش تقليديه. بالظبط كده. الحاجات التقليديه اوكي مش هلاقيها في اي مكان، لكن الحاجات اللي مش تقليديه اكيد هيبقى سعرها عادي، اكيد خاماتها بتكلفنا برضو كتير، يعني الحاجات برضو بتتكلف مش حاجات بتبقى بسيطه، يعني ده ستانلس في ازاز، فالحاجات دي بتبقى طبعا. طب انا معايا صور اللي هي صور شغلكم طبعا، هنبتدي نعرض عليها، وطبعا انتوا ليكوا اكسبيريا سابقه. على فكره هم كمان بينفذوا ديكور لبرامج، منهم برنامج النهار. أيوة. قناه النهار، صح؟ ايوه تمام. البرنامج بتاع استاذه رامية. هم اللي منفذين الديكوريشن بتاعها. وده برضه هنتكلم عليه بس واحنا بنتفرج على الصور بتاعتها. اوكي الصور كده، اول صوره معانا. ده جلاس بوت، والستاند اللي تحت حديد، ودي نخله الاريكا
ودي برضو شبه طبيعي جدا، فيها تحس ان هي طبيعيه جدا برضو، باين ان هي فعلا شكلها طبيعي جدا، قريبه للشكل الطبيعي. طب هل انا ممكن وانا نشوف الصوره الثانيه؟ دي كلميني عنها. ده طابلو خشب برضو احنا عاملينه، فكره جديده، فكرنا ازاي مثلا نحط الزرع ونلزق شويه فراشات كده حركه يعني. اللي بعدها دي برضو نوع من انواع الاريكه، جميله جدا جدا، فظيعه، شكلها طبيعي جدا. في ناس بتسميها شجر دبي لانها قريبه من شجر دبي شويه. البوتس هنا فايبر برضو جلاس حجري، اسعارها بتكون في حدود دي اسعارها في حدود 1500 1800 عشان طويله صح؟ عشان طويله ده ممكن توصل لمترين. دي مترين، والبوت حجري، فايبر جلاس حجري. نشوف الصوره اللي بعدها. دي برضو البوت فايبر جلاس برضو حجري، ودي بقى فروع ورد بقى اشكال مختلفة بننفذها برضو. اللي بعدها هنا بقى في فيلة لاميا، طبعا مذيعة جميلة لاميا. ده برضو بوت فايبر جلاس والستاند حديد، ودي مجموعة فروع. طبعا هنا تم الاختيار عشان خاطر ده سلم ما ينفعش انقي حاجة عليها، صح؟ فكان لازم يبقى فروع زرع صغيرة أو قصيرة شوية. هو نفس البوتس، هو نفسه. ما ينفعش أحط طبعا شجر زي خريفي أو الحاجات اللي هي بتبقى مديها شكل التساقط. الخريف دي مثلا في أوض النوم هتجيب اكتئاب. بالظبط كده، يعني في معايير برضو. طبعا طبعا طبعا. بصي معانا صور تانية نتفرج عليها. دي برضو، دي شجرة المشمش، دي برضو في فيلة حلوة قوي برضو، مذيع طبعا، جميلة جدا. دي سعرها قد ايه؟ دي برضو بتبقى في رينج ال 1200 ل 1500 تقريبا. الصوره اللي بعدها. هنا ده جلاس بوت، اللي بيدي شبه الازاز شويه، الستاند حديد مفرغ من جوه، الفاز ده نفسه مفرغ من جوه. عشان حلو، عشان حبينا نداري فيه. فاكره الفيلم اللي هو تويت الريش؟ هو بصراحه، لا وخامته كمان تحس انها ازاز شويه. يعني هو شكله بصراحه قيم جدا في الحقيقه برضو. يعني لو عايزه ست البيت تخبي اي حاجه ممكن عندك. ممكن هو. ده حلو قوي. نشوف الصوره اللي بعدها. دي برضو شجره، برضو دي طولها معدي المترين مثلا، دي تقريبا مترين وعشرين. البوت حجري. على فكره البوتات دي بتبقاش الالوان دي كده، احنا اللي بنلون البوتس احنا بنلون البوتس وبنغير اشكال حسب تناسق بقى، بيبقى في تناسق ما بين الشجره وما بين البوتس. طيب قولي لي يا باشمهندس زينب، ده في التنظيف بتاعها بيكون سهل يعني؟ ميه وزي بيبقى سهل جدا جدا عادي، بخاخه بيبقى فيها ميه. مش بيتاثر مثلا بقى لو اتحط في البلكونه؟ طبعا بيتاثر بالهواء في حاجات اوت دور. ثانيه برضو، ايه ده؟ الله الله، ده كل ده ولا ايه؟ دي شجره ورقها زي ورق الفل كده، ده جلاس بوت برضو. ده جميله قوي. دي سعرها ايه؟ دي تقريبا عامله 1700. بس ده جلاس بوت، يعني انا ممكن اخد الشجره مثلا دي ونحطها على بوت فايبر عادي تبقى 900 جنيه 800 جنيه خالص. بالظبط، ونفس الشجره كل حاجه، بس في فرق بقى ما بين خامات البوتس، هي دي اللي بتفرق معانا في السعر. بالظبط كده. قولي لي بقى لو اتحطت في البلكونه، يعني في ناس مثلا بتبقى عايزه تعمل روف جاردن كده طالع حديث، يفرش الارضيه بتاعت البلكونه نجيل صناعي ويعمل بقى جاردن كده يقعد. ما هو في حاجات بتنفع للاوت دور، يعني انواع طبعا، او الدور وانواع الدور. في انواع، في الفايبر يبقى كويس بره في الاوت دور، بيبقى احسن، يستحمل الحراره والهواء والشمس. الورق نفسه. وفي خامات برضو، في خامات للاوت دور هتستحمل. يعني اني احسن بلاستيك ولا الجلد بقى في الاوت دور؟ الجلد في اوت او ان بيبقى عمره اطول شويه، العمر الافتراضي اطول. طب لو في حاجه مثلا في الزرع، بص ممكن مثلا حد انت تقدري تعملي له ريفيل ليها او ريسايكل للزرع نفسه، ولا خلاص كده؟ لا، ممكن فرع يزود حاجه، ممكن ابعت له حاجه يحطها، اي عميل يظبطها بايده هتتظبط. طيب قولي لي بقى، انا دلوقتي عندي شقه وعايزه انزل اختار لها الورود الديكوريه اللي هتتحط فيها. تمام. فانزل اختار الاشكال الحلوه اللي عجبتني، زي ما انا مثلا عجبني كذا شكل كده، فاقول هم دول اللي انا احطهم، ولا بناء على الديكور والالوان اللي معموله ببتدي اختار؟
ده بناء على الديكور والالوان والمكان اللي هيتحط فيه الزرعه كمان. لان المكان مثلا لو هيتحط ما بين انتريه ما بين ليفينج الطول لازم يبقى مناسب. ده الموضوع طلع كبير. ده الموضوع كبير قوي. الموضوع مش بالظبط كده. فكل حاجه ليها الالوان برضو لازم يبقى في تناسق ما بين الالوان عشان عيني تبقى مرتاحه. اي مش انا مثلا عندي الحته بامبا فاقوم جايبه ورد بامبا. لا لا لازم اجيب لون يتماشى او يكسر بالظبط كده. والطول برضو بيفرق. ما هنا لو حطها في ركن مثلا عادي ممكن يبقى طولها 120 150 مش فارقه. لكن لو ما بين كنبه لا هنفرق بقى. عايزين حاجة طويلة عشان تبين بقى. لو على ترابيزة أقصر خالص وصننه خالص. أيوة تمام. أنا فاكرة أن كان من قواعد الإتيكيت لما تيجي تحطي الفاز مثلا على السفرة وانتي بترصي الأطباق والسكاكين المفروض أن الورد ما يعديش مستوى النظر بحيث أن انتي تبقي شايفة مستوى النظر لحد الشست بتاع الشخص اللي قدامك. بالظبط كده. صح؟ صح. طيب قولي لي بقى القصة دي ابتديتي فيها بقالك قد إيه؟ احنا كده تقريبا بقالنا 3 سنين. ايه الصعوبات اللي واجهتكم؟ ايه يعني كان الموضوع سهل؟ هو طبعا في صعوبات كتير طبعا يعني بصي هو ما فيش حد ناجح غير ما قابلته صعوبات وتحديات صعبه. يعني ما حدش قال لك ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ورد ايه اللي بتشتغلي فيه ده؟ كلام يعني ده كتير قوي ده. في ناس بتحاربك، في ناس طول ما يعني تديكي طاقه سلبيه، انت مش هتنجحي، انت مش هتوصلي. ما هي الفكره مش ان انا اعمل شويه زرع، ما الزرع موجود في كل مكان، الفكره ان انا اطلع التاتش بتاعي انا بالظبط احطه عليه، ان انا خليته حاجه ديفرنت. طبعا. صح؟ انت قولي لي بقى ايه يعني هل جات عليكي فتره قلتي لا انا مش هكمل مثلا، انا شايفه الموضوع ده مش ليه ربح، مش بس من الناحيه الماديه، لا يعني بيستهلكني، بيستهلك طاقتي وقتي، لان انا عارفه الحاجات دي بتاخد وقت كبير جدا جدا, جداً في تنفيذها. آه. يعني الناس بتبقى شايفاها كده، بس الحاجات دي بتخش على فكره في مراحل لحد ما بتطلع بالشكل ده ممكن تاخد وقت كبير، وخصوصا مثلا بيتك اسرتك، هل ده اثر عليهم بالسلب؟ هو اكيد بيأثر طبعا، بس الواحد بقى بيحاول ان هو يوفق ما بين الشغل والبيت والتصنيع. الخامات نفسها واحنا بنشتريها في وقت طبعا هتحطي ايه وهتجيبي ايه وهتعملي ايه. دايما لما بنيجي نحسب الكوست النهائيه للبرودكت نفسه او للمنتج بنحسب بقى وقت طبعا طبعا ومجهود وشراء وخامات والحاجات دي كلها. طبعا 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 كل حاجه محتاجه. بس اللي بيحب حاجه هيفضل يقدم فيها كتير وعمره ما هيزهق منها، ودايما هيحس ان لسه عنده جديد، لسه في حاجات هيقدمها اكتر. ده يخلينا نسالك ايه الخطوه اللي انت شايف او ايه سقف طموحكم؟ لا هو احنا لو حطينا ليفل معين لطموحنا هو مجرد ما هنوصل له هنقع. فاحلى حاجه ان احنا نسيبها اوبن كده ودايما طول ما يعني حضرتك حابه الموضوع هتفضلي تدي افضل حاجه، تدي اكتر وتقدمي أكتر حد افضل. دعمكم في الموضوع ده اكتر حد دعمنا مذيعه لميا بصراحه ليها فضل كبير جدا جدا علينا بامانه. وطبعا بقى الناس المقربه لينا يعني بقى والدي والدتي اخواتي طبعا الناس دي ليهم فضل كبير جدا. الناس دي كلها كان ليها هي كانت ايه بتحكي لي كمان ان زوجها اكتر حد دعمها في الموضوع دوت وكان بيشجع يعني بيشجعني طبعا طبعا طبعا. تمام. طيب خليني بقى اسالك لو انا دلوقتي عايزه اشتري مثلا بوتس معينه تمام، اول حاجه اتجه ليها لو انا في مكان بره وممكن يضحك عليا بقى في الاسعار ومش عارفه والخامات، قولي لي نصايح تديها مثلا لكل بنت عايزه تفرش شقتها عروسه تختار ايه وعلى اساس ايه؟ تختار على حسب الشكل اللي هي شايفاه. برضو هي اكيد هي ما بتمسك الشجر او حاجه بتشوف النوع بتاعه، بتشوفه كويس، تشوفه جلد، افضل حاجه تشتري الجلد. البوتات حسب الاستخدام هي هتستخدمها فين، هي هتحطها في مكان فين، هتحطها ان جوه ولا هتحطها بره، يعني هتاخد فايبر جلاس عايزه تاخد. ايوه وانت انصحيها بقى يعني هي ممكن تكون انت عشان انت في المجال فعارفه اسامي البرودكت او الخامات نفسها الماتيريال فهي مش عارفه، فانت تنصحيها بقى تقول لها تعمل ايه؟ هو لو في اطفال يعني لو في اطفال بالظبط مثلا لا ما انصحش بفايبر جلاس، عايزه عنايه معينه. من اقل حاجه ممكن مثلا حد يخربشه او صح. حاجه ممكن اللي هو الفايبر عموما اللي هو شبه البلاستيك شويه ده ممكن. بس طبعا
كل واحد بقى بيشوف احتياجاته حسب امكانياته برضو، ما هو كل عامل ليه امكانيات معينه هو مش هيخرج عنها. والزرع هو لو في اطفال بقى دي اللي هتبقى مشكله شويه. ايوه مش هتعيش كتير يعني. فبنحاول ننقي اقل الخسائر يعني، ايه فايبر عادي حتى لو حد خبط في البوت او حاجه، لا مش هيجرى ولا حاجه. بالظبط كده يعني، الموضوع هيبقى سهل. طيب احكي لنا كده عن موقف طريف قبلك وانت بتعملي ديزاين لعميل. يعني هل انت بتبقي مثلا اللي بيجي يشتري الشجر ده هو اللي بيختار الشجره، ولا انت ممكن لما تروحي المكان تبقي شايفه من وجهه نظرك حاجه احسن فتقولي لا والله انا شايفه ان المكان ده ممكن يتحط فيه الحاجه دي؟ في عملاء بيبعتوا لي صور مثلا مكان ويقولوا لي اختاري معانا. اوكي تمام، طبعا بنختار بقى هنا مع العملاء حسب ايه، حسب الصوره اللي انا بشوفها. وده بيسهل لي جدا موضوع الاختيار طبعا، لان الحاجه خلاص باينه قدام عيني. لكن في مثلا يعني كتير عملاء مثلا انا عايزه الشجره دي على البوت دي، لا مش هتنفع. الشجره مثلا بتبقى تقيله جدا والبوت خفيف جدا، الشجره هتقع. صح. مش البوت مش هيتحمل، مش هيستحمل. لا انا عايزه، لا مش هينفع، هيبقى فشل. أيوة. كل ما حد يعدي من جنبها تقع. ما هو انا يعني انا الخامات عشان قدامي فانا شايفه اقدر. فبنحاول بقى نقنع العميل، طب هعملها بس على المسؤوليه، بس برضو يعني مبقاش حابه، بحاول انصح لحد اخر لحظه انت طبعا الجروب بتاعك اسمه جرين كاستل. تمام. وارقام الشاشه، ارقام التواصل، ارقام التواصل هتلاقيها تحت موجوده عندنا على الشاشه لاي حد حابب يتواصل معاها. وهي كمان كانت عامله مسابقه عشان خاطر برنامجنا طبعا، انه هنعلن اسم الفايز ان شاء الله بعد الحلقه على طول باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب اخر سؤال بقى نختم بيه فقرتنا كده، بما انك انت وديس زينب شركة، هل الموضوع ده اثر على شغلكم في يوم من الايام ولا صداقتكم فضلت؟ دي بقت اقوى، ده هو احسن بكثير. حاجه في الموضوع ده يعني دايما عارفه ان الشغل الشراكه فيه بتبوظه. لا 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 لا، بقت اقوى بكثير جدا يعني. ما خلاص بقى اللي هو بنتعامل بقى اكتر من اخوات، صداقه وشغل واخوات وكل حاجه. هي تقريبا بالنسبه لي كل حاجه. طيب وانتوا مجالكم زرع صناعي بس ولا ممكن ورود طبيعيه؟ لا طبيعي، لا بس ممكن بقى زرع صناعي، نجيله صناعي، جرين وول، كل اي حاجه خاصه بالزرع الصناعي. طيب بس معانا برضو مهندس زراعي، ومعانا مهندس ديكور طبعا، ومعانا في مهندس ديكور برضو بنرشح للناس، معانا ناس اسماء قويه يعني. تمام. طب ايه النصيحه اللي تنصحوها لاي حد عايز يبتدي مشروع وشايف انه مش قادر ياخد الريسك؟ لا ياخد. طبعا، ومادام بيحب بس اهم حاجه يختار حاجه بيحبها، عشان لو هو بيحبها هيفضل يقدم فيها كل ما عنده، وهيحس ان لسه عنده اكتر، وهيقدم اكتر، وهينجح اكتر. وعلى فكره النجاح يعني مش لازم يبقى النجاح في الاول، والنجاح سهل اي حد يوصل له. الصعب بقى الاستمراريه، ازاي تستمري دايما، تفكير ازاي هستمر، ايه الجديد اللي هعمله، يوم مش هلاقي جديد هحس ان انا وقعت. فلا دايما تفكيري، طب ايه اللي جاي، هعمل ايه، ايه الجديد، مش عايزه ابقى حاجه، عايزه في حاجه، في عايزه حاجه مختلفه، عايزه حاجه تميزني عن الباقي. فلو طول ما الموضوع في دماغي بحس ان انا لا لسه هقدم، لسه في كتير قوي يعني. اجمل كلمتين تنميه بشريه. انا بشكرك جدا يا ايه. بالعفو. بشكرك جدا استاذ زينب، وحقيقي سعيده بيكم، سعيده ان انتم نموذج مشرف لناس قدرت انها تحقق حاجه وقدرت انها تستمر وبتبتدي السلم خطوه خطوه. طبعا ما بتيأسش. الحمد لله. واستاذه زينب حاضر، هم كنترول مصممين ان انا ما اطلعش غير لما تقولي نصيحتك. نصيحتي ان اي حد يعني لازم يطور من نفسه، لازم يشتغل على نفسه. طول ما انت بتشوفي ايه الجديد وايه المختلف، طول ما انت ما هتوصلي، طول ما انت عامله اللي عليكي ربنا هيوفقك وهيكرمك. واي تحديات تقابلك ما تقفيش عندها، يعني عديها، اعملي نفسك مش شايفاها. اي حد يقولك كلمه سلبيه، اي حد ينتقدك، الفكره ان انت ما تقفيش عندها، تعديها وتشتغلي على نفسك وعلى وان انت ازاي تطوري من نفسك عشان تبقي مختلفه. صح، دايما تطوري من نفسك مثمره يقذفها الناس بالطوب. صح كده. انا مبسوطه جدا، الحلقه النهارده كانت حلوه رغم انها كانت قصيره قوي، بس انا حاسه انها كانت حلوه ويمكن اخذنا فيها معلومات بسيطه.
احب اقول لكل الناس من خلال برنامجنا اللي اسمه فيها حاجه حلوه، وانا النهارده كان معايا حاجات حلوه كتير. اشتغلوا على نفسكم، محدش يزهق. الفتره بتاعت ازمه كورونا كانت صعبه على كل الناس، وناس كتير جدا خسرت وتعبت جدا فيها، فنحاول نعمل ريستارت ونبدا من جديد. نحاول نعمل اللي علينا ونسيب التوفيق الباقي على ربنا. وطبعا لازم كل واحد يشوف الشخص اللي بيدعمه ويشكره جدا جدا. وانا احب اشكر فريق الكاست، البطل الخفي اللي ورا الكاميرا اللي حاولوا انهم يحققوا البرنامج ويطلعوه النهارده بشكل حلو. بشكر استاذ عطا الله، وبشكر احمد حسني جوزي طبعا، وبشكر استاذ محمود العامري، وكل الناس، استاذ تامر، انا مش عايزه انسى حد، بس كل الناس اللي في الكنترول، استاذ منصور مع الكاميرا. اشكركم كلكم، اشوفكم في حلقه جديده من برنامجنا فيها حاجه حلوه. استنونا.